هذا الفيديو من فلسطين. الله، وهاي الشاورما، هذا القص العراقي، الخبزة العراقية. احنا بنعرف انه اسمه القص العراقي، القص العراقي، خبز العراقي. هذه فرشوحة عراقية، فرشوحة بالفلسطيني، الخبز بالفلسطيني صحوا له فرشوحة. الخبز هذا شو بسموه؟ خبز العراقي. هذه فرشوحة عراقية مشهورة فيها بلاد العراق. هو خبز عراقي تمام للشغل، بنلف فيها شاورما، بنلف فيها تميس، بنلف فيها كل شيء. احنا بنعرف انه اسمه القص العراقي، بمعنى اللي هو شاورما العراقية او الشاورما. اكلة لذيذة موروثة عن اخواننا في العراق، بسموها كمان في العراق القص العراقي، وبنعملها في فراشيح الشاورما. القص العراقي الضاني والاكل المرتب. هذه لفة بالعراق الشاورما، يمكن القص يكون اسمها القص العراقي. انا ايش بنسميها؟ انا بنقول عنها فرشوحة عراقية او خبز الطابون. شاورما هذه خبز عراقي، او احنا بنسميه الفرشوحه يعني، لكن هو بالاصل اللي هو الخبز العراقي، نسبه انه اهل العراق المشهورين فيه او اللي بيصنعوه. احنا بنسميه هنا الفرشوحه، يمكن اهل الشام بسموه السندويشه. فرشوحه بقول. فرشوحه في مجال تدوقها؟ ناكلها؟ تدوق شوي منها؟ ندوق ليش لا؟ يال. بسم الله اكل بالعافيه. كيف طعمها؟ طعم لا يعوض، طعم لا يعوض، رائع. كيف طعمها؟ رائع، ممتازة جدا وطرية. ازيك في الأكل؟ هاي اسمها شاورما عراقي، شاورما باللفة العراقي، وفي العراق بسموها القص العراقي. نعم. شيء مرتب يعني، الحمد لله. جربت الأكل العراقي قبل هيك؟ جربنا الأكل. شيء مرتب. الزاكي لكل شيء. ايش سمع على الاكل العراقي قبل هيك؟ كل شيء الاكل العراقي الزاكي، كل شيء اكل زاكي، باب العراق وشقف العراق، كل الاكل العراقي زاكي يعني طيب. الاكل العراقي ومناسك العراقي كله زاكي. ايش سمع على الاكل العراقي؟ هو اغلب الاكلات يعني متشابهه. والله بس الفراشيح العراقي، بس بتصور انه لو جربناه هيكون طعمه زاكي، لانه حضاره قديمه واكيد دخل عليها ثقافات كثير، فأكيد صار أشياء كثير مش بس الأكل يعني تطور عنه. طبعاً الأكل العراقي رائع جداً وطيب وبشهي، في منه كثير من الأكلات والوصفات اللي يعني أهلنا الفلسطينيين اللي كانوا ساكنين في العراق وأجوا هنا تذوقنا عندهم كثير من هذا الطعام. للأمانة ما بتفرقوا كثير من الأكل الفلسطيني، وإله كمان مذاق طيب ورائع زي أهل العراق الطيبين. على رأس تجربة حلوة. طبعا ما لقينا شيء هناك بفلسطين يعود للعراق حتى نجربه بالشارع غير الخبزة اللي هم يصحوا لها فرشوحة عراقية، يعني هي خبزة وقص عراقي شاورما. الأكل العراقي زاكي، الأكل العراقي كلش طيب، بنجون ياكلوا اي هاي خبزة عراقية، وكل شيء بالعراق طيب، كل شيء بالعراق جميل، كل شيء بالعراق حلو. هذا العراق العظيم اللي احنا مرة نجي نسأل عن الغيرة والكرم، ومرة نجي نسوي تجربة اجتماعية، وهي ومرة نجي نعطيهم أكل عراقي كله طيب. كل شيء بالعراق تلقاه محطوط بمكانه الصحيح، كل شيء بالعراق كأنما جاي فت ستاندر. شنو شيء يخص العراق والشعب العراقي راح تلقى شعوب العرب والشعوب بالدول الشقيقة راح يقولوا لك طيب وحلو، ونفسيتهم طيبة وأخلاقهم حلوة. هذا هاي ردة فعل الشعب الفلسطيني عندما أكلوا الخبزة العراقية.